يمر حزب الأصالة والمعاصرة ثاني قوة سياسية في المغرب حسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقائد المعارضة الحكومية يمر بأزمة تنظيمية حادة. ووصلت الأزمة إلى حد انقسام الحزب إلى تيارات عديدة، كل تيار يدفع نحو إثبات نفسه داخل هذه الهيئة السياسية. جرار المعارضة الحكومية المغربية تتعطل عجلاته من جديد. انقسام غير مسبوق في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة الذي يرمز إليه هنا بالجرار يدفع كثيرا من قياديه إلى إعادة النظر في قائد الحزب حكيم الشماش. أزمة تنظيمية حادة وصلت إلى حد انقسام الحزب إلى تيارات متصارعة. الصراع الرائج في حزب الأصالة والمعاصرة هو تواجه الإرادتين، إرادة سياسية حاملة للمشروع الحداثي الديمقراطي لحزب الأصالة والمعاصرة، وإرادة لديها أهداف وهموم أخرى. نحن أمامنا مؤتمر، سنذهب للمؤتمر وسنحضر له بشكل واضح، بشكل ديمقراطي وسليم ووفق المنهجيات والأعراف والضوابط الحزبية والأخلاقية. أزمة ثاني قوة سياسية بالمغرب بحسب الانتخابات الأخيرة بعد حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي بلغت حد الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لبرلمان الحزب، اجتماع طلب بعزل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماش الذي لم يعد مرغوبا به من طرف خصومه بسبب ما يسمونه بالتراجع عن ثوابت الحزب. سيد الأمين العام لم يحترم أي اتفاق وأي توافق، وحتى النظام الداخلي لم يحترمه. منذ البداية الأولى بدأ يبحث أن يصنع حول نفسه حلقة من الناس لكي تضمن له أشياء يتوهمها. حاولنا أن نقنعه مرارا على أن الحزب يقاد بالتوافق وفق الاتفاق الذي أبرمناه حينما كان مرشحا، تراجع عن كل الاتفاقات. وحسب كثير من المراقبين فإن الأزمة التي يعيشها الحزب ليست وليدة اليوم، فمنذ تأسيسه زج به في تضاريس سياسية لا تلائمه، وجد نفسه فيها وجه لوجه أمام حزب العدالة والتنمية الإسلامي المتمرس سياسيا والمهيكل تنظيميا، مواجهة ظلت سياسية وانتخابية عوض أن تكون فكرية وثقافية. أزمة سياسية غير مسبوقة يعيشها حزب الأصالة والمعاصرة ثاني قوة سياسية في المغرب، أزمة تشتد مع بداية العد العكسي للانتخابات التشريعية المقبلة. فهل سيخرج حزب الجرار من دائرة التنافس الانتخابي أم أنه قادر على إصلاح عجلاته؟ كريم الخرقوري، العربي، الرباط.